اليوم وقعنا على اتفاقية بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الشباب والاتصال والثقافة باش يتم تبسيط ورقمنة المسار باش نخلقوا دي كريش في المغرب. هذا الشيء جاء في إطار تبسيط مساطر الاستثمار وجاء أيضا في إطار تشجيع دي كريش في المغرب لعمل المرأة. كان واحد العمل دار ديجا دؤوب باش يكون نعرفوا هاد المستثمرين شنو هما الصعوبات اللي تيواجهوها. كانوا بزاف ديال لي زيكو تيغان، بزاف ديال اللقاءات مع المستثمرين، لقاءات جهويه باش نعرفوا شكون هما الصعوبات اللي غادي نديرو باش الهدف دائما هو تقليص عدد الوثائق اللي تيحتاجها المستثمر وايضا تقليص اجل المعالجه ما بين الوقت اللي يحط المستثمر اول طلب ديالو الى الوقت اللي تجيه لوتوريزاسيون. خاص هاد خدمنا باش يتم تقليص هاد الاجل. دابا دار ان بلان داكسيون اللي فيه دي اشياء اللي يمكن نديروها في القريب، اشياء اللي يمكن نديروها في اللون تيرم، وان شاء الله غادي نستمروا باش انه المستثمرين نسهلوا عليهم الماموريه ديال خلق لي كريش في المغرب. اولا نشكركم على وجودكم معنا اليوم كالعاده لتغطيه انشطه ديال هذا القطاع. اليوم كيف ما ذكرت السيده الوزيره، اولا النقطه الاساسيه والسياسيه ان دائما فاش كيكون هناك تنسيق داخل مكونات الحكومه الا وكنوصلوا لنتائج اهم بالنسبه للمواطنات والمواطنين. وبحد ذاته هذا الشيء اللي حاولت ديال الحكومه منذ تاسيس هذه الحكومه، منذ تعيين هذه الحكومه. ثانيا كيف ما كتعرفوا الاشكاليه ديال النساء مرتبطه بالاشكاليه ديال لاكريش. القطاع ديال الشباب عنده هذه المسؤوليه ديال لي زوتوريزاسيون اللي كيتعطاو بالنسبه لاكريش، وتبين بان منذ يعني تاسيس او تعيين هذه الحكومه مجموعه ديال المقاولات كانوا كيتشكاو بان الاوتوريزاسيون طوال شيئا ما، اللي كيخلي ان كيف ذكرت السيده الوزيره بعض المرات المستثمر كاع كيمل من ذاك الاستثمار اللي بغى يدير، خاصه ان الاستثمار في هذا المجال هو ليس فقط للربح فقط، بل هو حتى استثمار كنعتبروا احنا اجتماعي، لان فاش كتخلق واحد لي بلاس دو كريش للاطفال هي في نفس الوقت كتمكن واحد العائله ولا بغينا نقولوا كاع واحد المراه باش يمكن لها تمشي للعمل ويمكن لها تمشي تشتغل، خاصه فاش كنتكلموا على لي كريش اللي كيكونوا في لي زون اندستريال في العالم القروي وزيد. فلهذا احنا كنعتبروا هاد الاتفاقيه عن مهمه جدا، لان الاختصاص ديال القطاع اللي كتراسه الاستاذه مزور يمكن ما يكونش عندنا في الوزاره، وغيسهل علينا يعني نتفاهموا كيفاش نقدروا نبسطوا مجموعه ديال الاجراءات. بالطبع كنتكلموا على الرقمنه، كنتكلموا على مجموعه ديال الاشياء اللي تكلمت عليهم البرنامج الحكومي. وها نحن اليوم يعني كنموذج، هذا النموذج اللي كنعتبره مهم جدا لتبسيط الاشكاليات الاداريه اللي كيعانيوا منها المستثمرين والمواطنات والمواطنين. زائد على هذا كيف ما كتعرفوا قطاع الشباب يدعم وعنده ميزانيه مخصصه للمجال ديال الكريش، فاليوم غتساعد هذا التبسيط ديال المصادر غيساعدنا باش ان ذاك الدعم يمشي بطريقه سريعه، لان المقاول غيقدر يخلق ديك الشركات بطريقه اسرع على الاقل من 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 الاشكاليات اللي كان كيعيشها اليوم. فلهذا انا كنعتبر هذه الاتفاقيه هي نموذجيه بالنسبه لقطاع الشباب وقطاع الطفوله بالخصوص. وكنشكر السيده الوزيره على الاجتهاد وجميع الاطر لا ديال القطاع ديال الرقمنه او قطاع الشباب على الاجتهاد اللي قاموا به، لان في الاخير العمل المشترك هو اللي كيعطي النتائج. شكرا لكم.